جدد الترحيب بحضراتكم في الجزء الثاني، وضيفي وضيف حضراتكم واحد من اكثر المدافعين اللي مروا في تاريخ النادي الاهلي، وكان مرورهم دائما طيبا، واحد من المدافعين الاكثر التزاما يعني في تاريخ النادي الاهلي، حقق بطولات كبيره بمجهود وطاقه وحماس مستمر، واحد من اللعيبه اللي جماهير النادي الاهلي دائما بتحتفي بيهم لانه خلوق جدا جدا وما تسمعلوش لا كانت مشكله ولا ازمه في فتره وجوده في النادي الاهلي او حتى كمان بعد ما خلص كوره. بتكلم على كابتن احمد سيد ميسي اللي مشرفنا النهارده منور. كابتن احمد اهلا وسهلا بيكم، منور الدنيا. اهلا بيك يا ابراهيم طبعا، ومتشكر جدا على المقدمه الجميله دي ومستمتع جدا طبعا. انت عارف ان الناس بتحبك جدا وبتقدرك لان ما عملتش مشكله، ما اذيتش حد بتصريح، ما عملتش حاجه الناس حتى كمان تقول لا اصله زعلانين منه في الحاجه الفلانيه. انا عشان يعني اي حد يبقى ابن النادي بيبقى صعب قوي ان هو يتكلم عن النادي يعني باي سوء. انا طبعا النادي الاهلي اضاف لي كتير جدا، انا ناشئين النادي الاهلي، كنت ناشئين نادي النيل وبعد كده النادي الاهلي من وانا عندي 14 سنه. فانا كل اللي وصلت له سواء شهره او ماديا او معنويا او اي حاجه من طبعا من النادي الاهلي. فاستحاله بعد كل اللي انا خدته من النادي الاهلي ده ان انا اتكلم عليه كلمه بسوء او اتكلم عليه كلمه وحشه. صحيح، عندنا موضوعات كتير النهارده مع كابتن احمد، تعالى نبتدي الاول بالتقرير وبعد التقرير نروح للتفاصيل. يلا بينا. طيب، ملفات كتيرة جدا، بس أهم ملف هو ملف التتويجات اللي النادي الأهلي مؤخرا بيفوز بيها، البطولة الإفريقية، كأس مصر، النهارده التكريم اللي كان موجود فيه كابتن محمود الخطيب وجائزة جلوب سكر. كيف ترى هذه الإنجازات من وجهة نظرك على المستوى العام، بعدين نروح للفنيات؟ طبعا يمكن يعني نتفق ان كلنا ان هي البطولة الأهم بالنسبة لجماهير الأهلي هي بطولة أفريقيا، خصوصا ان انت واخدها من منافس تقليدي بتاعك هو نادي الزمالك. فاعتقد ان دي هي كانت الاهم السنه دي، وكان شغل مجلس الاداره كله سواء بالتدعيمات اللي جت او بالصفقات او التعاقد مع موسيماني ان احنا نفوز ببطوله افريقيا. وقد كان طبعا الحمد لله فزنا بالبطوله، كان في تحدي بعدها على طول بخمس ايام. اعتقد ان جمهور الاهلي ما كانش هيوافق باي شكل من الاشكال ان احنا نخسر كاس مصر قدام الجيش، لان جمهور الاهلي عامه يعني جمهور على طول متعطش للبطولات. بعدها بخمس ايام على طول انت كان عندك نهائي كاس قدرت تكسبه، فدي طبعا كانت حاجه كويسه جدا ان انت تكسب بطولتين في خمس ايام دي، فكانت حاجه كويسه جدا يعني. طيب، هل موسيماني قدر يقنع جمهور النادي الاهلي ولا لا؟ هل اقنعك انت كمان كواحد كنت من نجوم النادي الاهلي ومن كباتن النادي الاهلي؟ طبعا هو يعني انا بقيم المدرب عامه يعني انا تقييمي كمدرب كلاعب كره بالبطولات يعني بالبطولات، بدين ان انت اي مدرب بيفشل في اي بطوله بيقلوه على طول بيشيلوه. فطبعا هو تقييم الاداره والجماهير عامه بالبطولات. فطبعا هو الراجل جه على اخر الدوري، لعب شويه في الدوري، كسب الدوري، كمل في بطوله افريقيا ماتش صعب جدا قدام الوداد، عمل اداء كويس جدا، اداء كويس جدا قدام الزمالك، كان متكافئ طبعا. بس في الاول والاخر اتحسبت له ان هو كسب بطوله افريقيا وكسب الدوري وبعدها كسب كاس مصر. بغض النظر ممكن يكون ناس بتتكلم ان الاداء ما كانش مقنع او بالنسبه لجماهير النادي الاهلي لبعض الناس، لكن هو في الاول والاخر كسب الثلاث بطولات، فهو بالنسبه لي انا اقيمه كمجلس اداره هو ناجح بالنسبه لي. طيب، تقييمك ايه لبدر بنون مدافع النادي الاهلي، بتشوفه ازاي؟ وانا بتكلم، انا عارف انا اعني ما اقول، بتكلم مع واحد من مدافعين النادي الاهلي واللي عاصرت بقى مدافعين كمان كانوا مميزين في فترتك. بدر انا متابعه من زمان جدا، هو اتطرح اسمه كذا مره لكذا نادي في مصر من زمان، هو لعيب عاقل جدا بيفكرني بنفس ستايل كابتن عماد النحاس. والله اغلبيه يعني في مدافعين نوعين، المدافع اللي هو زي وزي وائل جمعه اللي هو اللي بيلعب بعنف اكتر من ان هو يعني عنده قوه وحماس، قوه اكتر، قوه التاكلينج وضرب ويعني القوه تملي غالبه على ادائه. بتضرب انت؟ انا كنت يعني لو في الماتش مثلا ثلاث اناكل ما يتكسروش بقى طالع مش راضي عن نفسي. تاكل اناكل ها؟ على طول. انا وائل جمعه كان نلعب مثلا نلعب قدام الزمالك، جمال حمزه اول ماتش راح لوائل جمعه يروح ضربه، يروح جينا نروح ضربه، يقول لي طب انا اعمل ايه؟ اقف فين؟ قلت له خليك في النص عند عماد النحاس. فعلى طول يعني لا كنا على طول كده يعني. بس علاقتكم كانت حلوه ببعض ها؟ قوي قوي، اهلي وزمالك وعلاقتكم كانت لطيفه. لا يعني هو جمال عامه من الشخصيات اللي ايه يعني تحس ان هو ايه علي بيه مظهر في نفسه قوي، يعني مش عايز حد يلمسه في الملعب. يعني بنلعب مثلا نهائي افريقيا هو صاحبي قوي،
فانت مثلا تخش عليه كوره جامده علي راح بص كده ليه؟ ايه يا ابني مالك فيه؟ قلت له يا جمال انا مش نادر دوره رمضانيه. انت بتقلده بالظبط كده. هو هو جمال ايه بينزل؟ خد بالك اصل انا جمال ده بحبه قوي. عسل هو لا وطيب وطيب وجدع ونجم كوره كان ممتع وكل حاجه. هو مش شاغل باله في الملعب انه مش عايز حد يخش عليه خالص. عايز هو يقعد يمتع نفسه ومحدش يضربه. كان بيعمل لك زي ما بقول لك ايه؟ فهو يجي مثلا يقول لي ايه يا ابني في ايه مالك؟ قلت له انا جمال ده مش نهائي دوره رمضانيه ده ماتش نهائي افريقيا. بتقلده بنفس الصوت على فكره. لا هو جمال اصل قاعد معايا طول فهو هو طبعه عامة اللعيبه الرايقه اللي هي ايه مزاجه حلو ولا عايز يتمرن ولا عايز ايه ينزل يلعب الماتش ويجيب له جونين ثلاثه ويرق خطاف. لا جمال من يعني يسرقك في لمح البصر كده يسرقك في لمح البصر. لا هو كمان يعني انا كان اللعيبه اللي هي بتلعب عليا اللي هي اللي عندها المرونات في اللعب المهاجم اللي عنده مرونات في اللعب ده كان يتعبني. لكن انا بحب عمرو زكي الناس اللي هي الاقوياء بس حلو قوي ده ملعبك بقى انت جاي في الملعب بس بحب انا كده بقى انا حسن لما تضرب فيه هو خلاص هو بيحب كده هو كمان. فانا بالنسبه لي كنت احب المهاجم القوي لكن واحد زي جمال يتعبك اكتر. طبعا متعبين دول يعني عبد الحليم علي كابتن حليم علي بحب العب عليه وليد صلاح عبد اللطيف الناس اللي هي اللي بتجري وقوه وسرعه دي بحب العب عليها جدا. لكن اللي بيبدا مرونات وما تعرفش عايز يعمل ايه ان الطبيعي جدا المدافع ما بيكون طويل بيبقى المرونه عنده بتبقى وسطه ناشف وسطه ناشف طبعا كل ما حد بيقصر ده دي طبيعي كل كل ما تقرب لارض الكنترول يعني الوحيد اللي شفته طويل اللي عنده مرونه في لعبه زين الدين زيدان عنده مرونه لكن اي حد طويل بيبقى غصب عنه بتبقى تكوينه الجسماني بيبقى المرونه عنده ضعيف. اي حد قصير زي ميسي مارادونا يعني هتلاقي ميسي وكريستيانو ميسي مروناته اعلى من كريستيانو بكتير. ما زعلنيش منك ايه؟ لا انا ميسي ميسي ده اصل انا شايفه ده يعني كريستيانو ممكن يبقى فيه منه كتير. ماشي انا كده مش زعلان منك. لا كمل كده حلو انا افتكرتك. انا ميسي طبعا لا انا ميسي وانا صاحبي صاحبك فلا ده اينو اللي كرهه في نفسه في الماتش ده اينو اصلا اينو يعني المشكله ضربه وبيتكلم معاه انجلش يعني مشكلة اينو اصلا بيتكلم عربي بالعافيه يعني ضربه وبيتكلم معاه انجلش كمان. قلت له انت هو مش فاهمك قال لك نرفزه. لا بص اللقطه دي كنت اخد منه تي شيرت وهو قال لي جوه فدخلنا جوه الجاردات طبعا واقفين جوه عند الباب بتاعهم اوضه اللبس مش شاغلين بالهم بقى انت مين انت داخل خارج ما مش قلت له هو قال لي ما قاليش خلاص ما لهمش دعوه بالقصه دي والله مفيش مهما تحلف لهم سواء تنرفز في بسبب الماتش ده تنرفز هو اصلا هو نزل الماتش بيلعب هادي جدا يعني هو نازل بيلعب بهدوء جدا هو بيلمس بيلمس بيتبسط كده فهو جه في كوره كده طبعا استلم نص الملعب لا اينو وائل جمعه هو اللي ضربه الصراحه وائل جمعه لا اينو من وراه ايه بعد ما وائل جمعه ضربه راح اينو وقع عليه راح هو ضربه برجله فاينو واقف لقيته بيقول له ايه عمال يقول له ايه وات وات قلت له طب انت مش حافظ غير وات مفيش غير وات خالص هنوطوط بقى هو عمال بس وات فقلت له اينو خلاص سيبه يعني خلاص بس خدت التيشيرت بتاع كان بيدرو كان لسه طالع رقم 27 عندي ايوه وخدت التيشيرت ميسي انت كنت موجود برضو في الماتش اللي فيه راكيتيتش كان لا اسمه ايه كان اسمه ايه بويان الماتش خدت التيشيرت بتاع ميسي 19 رقم 19 خدته منه بويان كريكيتش كريكيتش ايوه صح كان بويان وماركيزو وكان ده كان اول ماتش لعبه كريكيتش كان لعبه هنا كان صغير ده كان عنده 17 سنه جاب فينا جول طيب بنتكلم كنا عن بدر بنون فالحوار فهو هو من اللعيبه اللي بتعرف تستخلص الكره بذكاء والكره الحديثه اعتقد ان هي ما بقتش تعتمد على القوه قوي في المدافعين لان اغلبيه المدربين بقى خلاص بيلعب على اساس ان هو بيبدا الكره من ورا يحضر هجمه فاعتقد ان خلاص حته ان المدافع القوي ده ان انا بقى عندي اتنين اقوياء اللي هو بيدافعوا بس ما بقتش موجوده دلوقتي يعني. رايك ايه في حاله النضج اللي وصل لها ايمن اشرف دلوقتي بقى واحد من مفاتيح اللعب المهمه بالنسبه للنادي الاهلي بجانب كمان انه مستواه عالي جدا في الجانب الدفاعي يعني. طبعا انا شايف ان ايمن اشرف ده مظلوم اعلاميا لان هو الراجل اصلا مش مكانه يعني مش مكانه وبيلعب في مكانه وبيأدي كويس وبيلعب كل الماتشات على ناس موجوده دي مركزه اصلا مساكين فانا شايف ان هو مصدوم اعلاميا يعني الراجل عمل تلعبه باك ليفت يلعب كويس مساك يلعب كويس هو كمان هو الولد شخصيه متزنه جدا في اللعب كورته حلوه بتطلع من رجله كويسه فاي مدرب رجليه مظبوطه ما شاء الله عليه رجليه مظبوطه وبيطلع هجمه كويسه هجمه يعني وبيطلع بيعمل لك اسيست على طول يعني بيطلع يعمل اجوان على طول فشايف ان ده يعني اي مدرب يحب في الطرق الجديده اللي موجوده في الكوره اغلبيه المدربين دلوقتي بيلعبوا 3 4 3 3 5 2 بيحبوا المساك يبقى لعيب كوره يعني ما يحبوش المساك اللي هو على طول بيشيل طويل
لكن اعتقد ان هو ايمن اي مدرب هيجي في النادي الاهلي هيقتنع بادائه. هيبقى مقتنع بادائه صحيح. طيب خليني اسالك بقى عن ما هو قادم بالنسبه للنادي الاهلي. الاهلي احرز البطوله الافريقيه بطوله الكاس، وابتدى في بطوله افريقيا بفوز على بطل النيجر وبطوله الدوري. الاهلي خلال المشوار ده ما هي احتياجاته علشان يبقى يقدر يفوز ببطوله الدوري، علشان يعمل مباريات قويه وكويسه في كاس العالم للانديه؟ احتياجات كلاعيبه ولا احتياجات كلاعيبه ناقص؟ اعتقد انت مش ناقصك حد اعتقد. يعني اعتقد انت الاعارات اللي رجعت دي اعتقد ان هي يعني فرق جدا، خصوصا محمد شريف. محمد جاري وصديقي انا، وطبعا مربي يعني محمد والله. محمد شخص محترم جدا، شخص مؤدب جدا، بيحب شغله جدا. انا شايف ان هو اتظلم في الفتره بتاعت الاسارتي دي، ان هو اصلا طلعوا اعرى. بس شوف سبحان الله، يعني ما ممكن يكون حاجه فايده. طبعا هي فرقت معاه جدا. عمل ماتشات كويسه جدا جدا مع انبي، كان هداف الفريق، وبالتالي رجوعه جاي من الباب الكبير طبعا يعني. واقنع الجمهور في يعني اول ماتشين، واقنع الجماهير. هي ده جمهور الاهلي صعب طبعا، صعب جدا. لا جمهور الاهلي يعني كابتن حسن الحمد لله مسيب الخير كان يقول لنا كرة القدم لا تعترف باسبوع مضى. صح. جمهور الاهلي ما بيعترفش بماتش فات خلاص. صح. انت احنا كنا ابراهيم، كنا مثلا نخلص كسبنا ماتش النهارده، كسبنا الزمالك مثلا، اخر انا اصحى مثلا نتعشى في مكان، مفيش مبروك، ما بتتقالش والله، مفيش مبروك. الماتش الجاي يا جماعه هتعملوا ايه؟ بعدها بساعتين، بعد الماتش بساعتين. بس ده ما كانش بيفقدكم لذة الانتصار؟ بيفقدك طبعا، بس بيضغطك. انت على طول عايش في ستريس رهيب، انت مضغوط على طول ان انت لازم تكسب. ايوه هفرح امتى؟ طب ما انا عمال بجيب البطولات دي بقى. بس مفيش. لا بتفرحش جمهور بقى. حتى مستر جوزيه، مستر مانويل جوزيه كان بيعاملنا كده. مستر مانويل كان يجي بعد الماتش، تاني يوم الماتش المحاضره، خلاص فرحنا امبارح عندنا ماتش كذا، نتكلم في الاخطاء وخلاص، مش عايز حد يتكلم في الماتش اللي فات. فهو برده مستر مانويل، عشان هو كان على طول في الشارع. مستر مانويل على طول كان بينزل، كان قاعد هو في منطقه الزمالك، كان بينزل على طول يتمشى، بينزل يتمشى وينزل يتمشى مع الناس ويسمع اراء الناس. كان يا اخي انا مستغرب يعني، لما بشوف لما انتوا بتتكلموا كده على مانويل جوزيه، وان هو موجود في الشارع، وان هو موجود مع الناس، وان هو بيتصور مع الناس، استغرب تصريحات فايلر لما يقول لك انا مش واخد حريتي. حد يلاقي يا ابني؟ لا مستر مانويل، حد يلاقي حب الجمهور؟ لا ده مستر مانويل كان كل اصحابه مصريين. كان في حد كده رجل اعمال اسمه الحاج عبد المنعم. أيوه. ده صاحبي وصاحبه، ده كان على طول معاه في كل حته، بيخرج معاه وبيروح معاه في كل حته. فده كان بالنسبه له بيعرفه على الناس، وينزل وبيترجم له الناس بتقول. الراجل حاجة منه بيتكلم انجلش كويس، بيترجم له الناس بتقوله، ده بيقول كذا وكذا، ده كذا كذا، هو جوزيه يقول لنا الناس قالت كذا والناس قالت كذا، وبيبقى فرحان معاهم. فهو من 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 ضغط الناس اللي بيضغطوا عليه، هو بيجي يضغط علينا احنا. يجي يتكلم، لا انت لازم الماتش الجاي خلاص بقى نركز. وحتى في اسلوبه معانا، انت النهارده كويس يا ابراهيم، الماتش الجاي لو وقعت في واحد مستني بره، خلي بالك. فبيلعب على طول، انت بلعبك ضغطك اللي انت لازم تبقى كويس، لازم نفسيا مجهزك لكل مباراه. انا كنت عايز اقول لك، انا بنزل الماتش عايز اقول لك اكنه اول ماتش ليا بلعبه معاه. فعشان ابقى ضاغط نفسي، ان انا عارف ان انا الماتش لو لعبت وحش في واحد مستني بره هياكلني. هو اللي بره ده جوزيه مهيئه نفسيا ان هو ياخد مكاني. بص بقى المعدلات. بص هو عمل ايه؟ تلاقي حتى في كل مكان في اتنين نجوم، مش مثلا ممكن احط مثلا ايه؟ احط مثلا ابراهيم فايق مثلا يبقى مستواه 90%، واجيب واحد احمد السيد وراه يبقى مستواه مثلا ايه 50. فالفرق كبير. اما احمد بيلعب الناس بتحس بالفرق، لكن لما ابراهيم يبقى 90 واحمد مثلا 80، واحمد يلعب او ابراهيم يلعب، الناس ما تسالش ابراهيم ما لعبش ليه. بالظبط كده. فهو بيوصل الناس للمرحله دي. لدرجه ان احنا في فترات فريق التيم بقى خلاص وصل فكره التيم، مش فكره اللعيب اللي هيفرق مع مفيش. هو كان يقعد يقول لنا ان انا نجم الفريق. انا مفيش حد بيفرق معايا. ابو تريكه قعد يحتفل كتير جدا، وكان بيقعد على طول يتكلم معاه يقول له لا انت مستواك، وش انت ابو تريكه اللي انا اعرفه، انت ابو تريكه اللي جاي من الترسانه لسه. يقعد كان بيتكلم معاه في كلام نفسيا يخلي ابو تريكه الماتش اللي بعده ده تلاقي ابو تريكه العروق نفرت وما يكلمش حد وينزل يموت نفسه. صحيح. دي نقاط كلها مهمة برضو تفسر لنا ليه الأهلي في الوقت ده كان مستحوذ على قدر كبير جدا من البطولات. أروح لفصل، وبعد الفصل نرجع نكمل كلامنا مع كابتن أحمد سيد. طيب هل سيرينو هو الصفقة اللي النادي الأهلي بيدور عليها، هو اللي هتعمل له بقى التوليفة بتاعة موسيماني، اللي الخلطة الحلوة بتاعة النجاحات بتاعته، ولا لا؟
اكيد طبعا، لان هو اكيد هو مرنه اعتقد 5 سنين او 4 سنين مرنه، هو عارفه كويس قوي، هو اللي مختاره، فهو اكيد هو عارف ان هو سيرينو بالنسبه له هو اللي هيعمل له التوليفه الصح، هو اللي هيعمل، هو اللي هيفيده في الملعب. اعتقد ان هو بيلعب يعني بيلعب وينجر وبيلعب شادو سترايكر وممكن يلعب مهاجم، لانه طبعا هو في خطه موسيماني اعتقد يعني محمد شريف اصلا مش مهاجم، هو بيلعبه لان هو بيحب الناس اللي هي الشادو سترايكر اكتر. صحيح. فاعتقد ان هو هيفيده يعني، ما يعني حصل لنا مثال قبل كده مستر مانو اللي اختار فلافيو جيلبرتو، هو عارف امكانياتهم وعارف هم ايه وعارفهم كويس قوي، فجابهم وعارف هم مين، حتى الناس اللي كانت بتنتقد فلافيو هو كان عارفه كويس قوي. قعد موسم كامل ما سجلش الا هدف وحيد. بس كان يعني الناس لو هتقيمه كالشغل والمجهود اللي عمله في الملعب وكمل اسيست اللي عمله لعماد متعب وللناس كلها، كان عامل مجهود خارق. كنت بتقلد مانويل جوزيه؟ ايه؟ كنت بتقلد مانويل جوزيه؟ لا جوزيه لا. مانويل جوزيه صعب ها؟ لا لا صعب. لو قلدته ما تلعبش ها؟ ايه؟ لا صعب لا. لا هو ممكن يطلب مني بس صعب لا لا. كان بيطلب منك تقلد الدكتور ايهاب علي؟ على طول الدكتور ايهاب علي ده كان بالنسبه له اول ما قلد الدكتور ايهاب علي بالنسبه له ده اول ما يخش يروح مناديني يقول لي، كان بيسميه بوبو. 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 يقول لي على طول بقى بوبو على طول، راح مقلده له على طول. لازم كل يوم الصبح نيجي التمرين هو حتى قال لك في فقره كده قال لك احمد السيد وبركات هم دول المهرجين بتوع الفرقه الفاكهه، اول دول ما بقوش موجودين انا ببقى في حاجه غلط. سمين فيكو اجمد في لا يفل الحديد الا الحديد، انت ولا بركات؟ لا هو ليه حاجات وليه حاجات يعني. هو بس هو بركات ابن لذينه يعني برضه بيعمل حاجات كوميدي جدا. تعرف تجيب بركات؟ ايه؟ تعرف تجيب بركات في التقليد؟ لا صعب لا صعب بركات صعب. دكتور ايهاب؟ لا دكتور ايهاب هو الصوت بتاعه بقى المليان شويه ده كده دي حته. مستر مانويل انا عايز اقول لك اول مره لقيت دكتور هاني، بس انت جبت جمال حفظه بالظبط. لا جمال هو جمال صاحبي على طول قاعد معايا. هو كده على طول حتى هو في حياته كده هو على طول معترض معايا يعني، مثلا انا بعمل اي حاجه كده على طول معترض عليا. دكتور ايهاب ادينا حته كده. ايه ادينا حته دكتور. لا دكتور ايهاب صعب بقى كتير ما قلتوش بقالك كتير ما قلتوش. ده انا كنت طيب. خلينا نرجع تاني للجزئيه بتاعه النادي الاهلي والاحتياجات الفنيه. انت قلت لي سيرينو هيفرق مع النادي الاهلي، هل من وجهه نظرك بتشوف ان الاهلي قادر على تحقيق الانجاز الكبير اللي اتحققه في وقتكم في كاس العالم للانديه لما وصلتوا المركز الثالث ولا لا؟ طبعا الموضوع بقى سهل جدا، الفرق ما بقتش قويه زي ايامنا. يعني ايامنا حتى الفرق اللي هي بتاعه امريكا الجنوبيه والحاجات دي كانت فرق قويه جدا، دلوقتي الموضوع بقى عادي جدا. يعني لعبنا فرق اسمها انترناشونالي دي كان اللي هم وصلوا نهائي متهيألي مع اللي كسبونا كان بيلعب فيها الكسندر باتو. الفرقه دي من اقوى فرق شفتها في حياتي، ما شفتش فرقه كده. فاعتقد دلوقتي الفرقه دي خلاص يعني حاله اقتصاديه والحاجات اللي حصلت دي بموضوع الفلوس قلت شويه، الفرقه دي خلاص يعني اختفت. فاعتقد انت بالنسبه لك يعني ممكن تقدر توصل. نظام كاس العالم للانديه منصف من وجهه نظرك؟ فكره ان هم بيلعبوا بطل افريقيا اكبر عدد من الماتشات بخلاف بطل اوروبا مثلا بيخلوه يلعب قبل النهائي بس؟ طبعا مش منصف خالص لا. هي حاسس ان هي بتبقى موجهه. يعني طبعا حصل موقف ان كان ابو تريكا كان رونالدينيو، كان ابو تريكا المفروض ياخد الهداف واداه رونالدينيو عشان الرعايه والحاجات دي. هداف ولا كان احسن؟ كان احسن لاعب وكان هداف. احسن لاعب وهداف. وهداف جاب جاب ساعتها كان 9 تجوان ولا لا؟ جاب 3 تجوان في البطوله دي. 3 تجوان في البطوله اللي خدنا فيها السادس. لا والدول حد تاني خالص عشان خاطر الرعايه وخاطر الحاجات دي والسبونسرز والحاجات دي. فطبعا هي تبقى موجهه الا بقى لو فرقه راحت طالعه كده كسبت فرقه مثلا من اوروبا، فهم هم فرقه قويه، لكن حته ان ان هم يجوا على الدور معين دي بتبقى صعبه قوي. طيب احمد سيد بيفكر في ايه؟ خلصت خلاص كاريرك كلاعب كره قدم، اتجهت شويه للتسويق اللاعبين وخلاص ما بقتش مكمل في الكارير ده صح ولا انا غلط؟ لا مش مكمل. طيب بتفكر في ايه؟ ايه اللي انت حاطه قدامك الفتره الجايه؟ انا ان شاء الله يعني كنا هنبدا ان شاء الله، كنت هبدا في اكاديميه الاهلي في مدير اكاديميه. عظيم. بس طبعا اتاخرنا شويه، حصلت ظروف الكورونا دي، فالكابتن شطه اجلنا القصه لحد شهر 6 ان شاء الله، عشان احنا طبعا انت عارف بيبقى الشتاء شويه بتبقى الدنيا تبقى هاديه شويه في الاكاديميات، وموضوع الكورونا اللي حصل ده فطبعا بيبقى الموضوع صعب شويه. فاجلنا لشهر 6 يعني ان شاء الله. هتبتدي بقى في الاكاديميات؟ اكون متواجد في النادي برضو يعني. انا يعني الحمد لله يعني واخد مع النادي حوالي 26 بطوله. اتمنى ان انا اكون موجود يعني. وشادي 27 ولا 29؟ 29. شادي 29. 29. لا شادي اقل. شادي اقل مني والله. انا 27 بطوله ببطولات المنتخب. بطولات المنتخب لان انا كملت بعد شادي، خدت بطولات بعد شادي.
طيب احنا بدانا مع بعض يعني انا بدانا مع بعض وهو شادي مشي كان ضيفي اول امبارح فانا عايز افتكر انا قلت 29 لا لا شادي حوالي 26 او 25 بطوله 25 لان احنا انا شادي جه الموسم اللي جه فيه خد دوري وانا خدت الدوري ده معاهم كنت صغير وصعدت وخدت الدوري معاهم برضه وبدانا لما طلعنا تاني سنه على طول اللي هي بتاعت ديكسي وكابتن مختار خدنا كاس مصر السنه اللي بعدها بتاعت مصر ومانو الجوزي خدنا افريقيا بعد كده بدانا بقى بومفرير ودخلنا الفتره بتاعت 2004 فكلنا كنا مع بعض في الوقت ده. مين اكتر مدافع كنت تحب تلعب جنبه في الاهلي؟ لا كلهم والله يعني كل واحد ليه مميزات يعني شادي كنا يعني شادي سريع جدا بيغطي وراك يعني بشكل كويس جدا وائل من الناس اللي هي خلاص انت مطمن ان في خناقه خلاص لا وائل لا انسى تعدي منه يعني وائل انسى وائل يروح عامل الفاول ومعترض على الحكم وتلاقي الدم نازل من اللي ضربه ده قاتل قتيل وماشي بكنازته انكر رجليه مفصول عن رجله كده ويقول له ما فيهاش حاجه والله الواد هو نط من الاتوبيس وقع لوحده فوائل عادي يعني يعني عماد عقل شويه عماد بيتكلم كتير جدا بالنحاس كان بي عشان كده مدرب هو ناجح لا عماد من زي بدر بانون كده بيتكلم اكتر ما ما بيلعب فانت بيوجهك صح ان في الموضوع ده كويس شايف من ورا كويس شايف رؤيته كويس هاني سعيد هاني سعيد هاني سعيد لعبت معاه في المقصه وكنا مع بعض في ناشئين الاهلي يعني ناشئين الاهلي معايا واحنا صغيرين هاني بيتكلم عاقل برضه هاني عاقل هاني طول ما واقف شمال يمين اتحرك روح قدام روح مالكش دعوه روح وانا همسك مكانك بس فده بيريحك وبيريح نفسه صحيح ما بغلطش انا بقى خلاص انا بقى واحد بيوجهني من ورايا شايف انا بعمل ايه عماد كان بيعمل معانا كده على طول لسه هنكمل كلامنا مع كابتن احمد سيد نروح لفصل اخير وبعدين متواصلين معاكم طيب عايز اتكلم معاك بقى في جزئيه ليها علاقه بواحد من اهم مهاجمين مصر دلوقتي مصطفى محمد شايف ازاي الحالة اللي فيها الكلام داير حوالين مصطفى محمد عنده عرض من سانت تيان الفرنسي هو عنده رغبة كبيرة انه يحترف الزمالك مش عايز يسيبه وكل واحد عنده وجهة نظر في الموضوع انت وجهة نظرك ايه؟ شايف الزمالك يسيبه طبعا هو خلاص هو يعني اعتقد ان مصطفى خلاص هو دماغه خلاص بقت في الاحتراف فانت مش تاخد منه حاجة فانت تستفيد منه ماديا احسن بس هي برضو حاجة يعني هو يتظلم فيها برضه يعني معلش هو واحد جاله مبالغ زي دي بره هو بياخد مثلا هنا انا سمعت ان عقده مثلا 1,700,000 سمعت كده مظبوط وجاله مبالغ زي دي بره فانت حاجه من اتنين يعني انت يا تعوضه نفس القيمه اللي جاله بره عشان مرتاح نفسيا يا اما تسيبه يحترف هو مش باصص لموضوع التعويض المادي هو باصص لفكره الاحتراف يعني انا مصطفى اتكلمت معاه اكتر من مره هو محمد صلاح شاغل باله وتفكيره والطريق بتاع محمد صلاح رحله الاحتراف بتاعت صلاح ودي مش حاجه سلبيه يعني بالعكس هي حاجه ايجابيه وانا اعتقد نادي الزمالك مش يعني نادي الاهلي والزمالك ما وقفوش على لعيب يعني ناس كتيره مشيت من الاهلي وناس كتيره مشيت من الزمالك والدنيا بتسير اعتقد ان هم يسيبوه يمشي ويستفادوا ماديا خصوصا في الظروف اللي موجود في نادي الزمالك دلوقتي هتستفاد بالفلوس بتاعته وتحاول اكبر استفاده ماديه تجيبها منه وتبدا انت بقى تدعم نفسك بصفقات تبدا تحافظ على القوام اللي عندك الاساسي محتاج تجديدات محتاج عقود لعيبه مقدمات عقود اعتقد ان هي تبقى فرصه كويسه جدا ان نادي الزمالك لازم 100% وافق طيب هل يفضل دلوقتي ولا بعد الاولمبياد على اعتبار انه مصطفى محمد واحد من العناصر الاساسيه طب والنادي الثاني هيستنى هو النادي الثاني مش واقف على مصطفى محمد هو النادي الثاني اكيد هو محتاج هو النادي عايز يجيب مصطفى عشان هو عنده قصور في الحته دي مصطفى خلاص ما جاش دلوقتي يستنى بعد الاولمبياد هيجيب حد مكانه ممكن الفرصه بتاعش متاحه بعد كده صحيح هي فكره فرص طبعا ما هو النادي الثاني مش هيفضل مستني مصطفى هيبدا يجيب حد لان هو عنده ماتشات وعنده مباريات وعنده دوري هو محتاج مصطفى عشان هو عنده قصور في حته المهاجم فما مصطفى ما جاش هيبدا يدور على حد ثاني اكيد هو عنده بلان اي وبلان بي وكل حاجه عامل كل حاجه لو مصطفى ما جاش هيجي مكانه الكلام دلوقتي يمكن الـ على ولتر بواليا يعني انه ممكن يحل محل مصطفى محمد اذا حصل الزمالك تواصل او انه يكون من ضمن العناصر اللي ضمها النادي الاهلي وان كان برضو الاهلي ما دخلش في موضوع ولتر بواليا ولا الزمالك لحد دلوقتي لا اعتقد الاهلي مش هيخش في موضوع ولتر بواليا مش هيخش في موضوع ولتر بواليا اعتقد الاهلي مش هيخش في الموضوع ده الاهلي عنده وفره قدام المهاجمين كتير يعني يعني حتى لو انت ما عندكش مهاجم في ناس ممكن توظفها وينجر توظفه كمهاجم زي
زي كهربا، زي محمد شريف ما حصل، زي طاهر بالخطه اللي بيلعب بيها والطريقه اللي بيلعب بيها موسيماني، اعتقد انت ممكن توظف اي حد يلعب فيرود. اعتقد ده مش في احتياج لوالتر بواليا. طيب الزمالك وارد انه يدخل في موضوع الالتر بواليا يحل محل مصطفى ولا الزمالك محتاجه مع مصطفى اصلا؟ محتاجه اوريدي مع مصطفى طبعا. مصطفى مصطفى لوحده يعني، مصطفى يعتبر لوحده يعني، الناس اللي موجوده الثانيه ما اثبتتش كفاءه. اعتقد ان يعني الزمالك في احتياج للفيرو الثاني مع مصطفى يعني. طيب عايز برضو اتنقل للحديث عن المنافسه في بطوله الدوري السنه دي، من وجهه نظرك بتشوفها ازاي؟ هل المنافسه هتبقى منحصره بين الاهلي والزمالك فقط، ولا بيراميدز السنه دي قادر ان هو المنافسه بتاعته تصل الى حد الفوز ببطوله الدوري وفقا للمجريات اللي ليها علاقه بان لا في اسماء كبيره جوه الفريق، لا في اسماء يعني لعيبه مهمه يعني؟ طبعا هي المنافسه هتبقى صعبه، لكن هي طبعا هي الشاهد اللي موجود ان هي تبقى بين الاهلي والزمالك والبيراميدز، زي ما هي بقى لها 3 سنين موجوده كده من ساعه ما ظهور بيراميدز، موجود الثلاث انديه دول الاهلي والزمالك والبيراميدز، مفيش حد بينافس. تلاقي نادي ممكن يقرب شويه ويبعد شويه زي المقاولين، تلاقي نادي مثلا سيراميكا موجود دلوقتي، لكن هي اهم حاجه مش النتائج الاولانيه، اهم حاجه الاستمراريه. ايه رايك في سيراميكا كليوباترا بالمناسبه؟ هو لحد دلوقتي نادي يعني الحمد لله عامل اداء كويس جدا وكويسين جدا، عاجبني جدا، حاسس ان هو فريق كبير يعني كويس، ان هو نوعيه اللعيبه اللي اختارتها الاداره نوعيه لعيبه فعلا عندها خبرات، فانت اللعيبه دي اندمجت مع بعض بسرعه، انت مش مستني ان انت تجيب مش واحد مش مخلصين كوره يعني، لا زي مثلا انت بتجيب واحد من الاهلي توديه الزمالك او الزمالك توديه الاهلي، هو اوريدي واخد على البطولات، مش محتاج يندمج او فتره عشان يحس ان هو كان في نادي مثلا بينافس على الهبوط فبدا يخش في نادي محتاج بطولات. الخطفه دي بتبقى صعبه جدا على لعيب الكوره، اما تجيب لعيب مثلا بنادي بيلعب في انديه الوسط اللي هو كل همه يكسب ماتش او اتنين ويتغلب 10 مش مشكله، او 3 ماتشات بس، المهم انه يبقى محافظ على، وتيجي في نادي الاهلي تقول له انت لازم تكسب كل ماتش، لازم ادائك يبقى على الاقل 90%، يبقى الموضوع ده صعب. لكن اما تجيب حد من الاهلي او من الزمالك وتحطه هنا او هنا، هو خلاص اوريدي هو واخد على كده. اعتقد ان اللعيبه اللي جابها هي لعيبه كويسه، سواء محمد ابراهيم وبالذات لعيبه المقصه لعيبه كويسه جدا، هم اللي عاملين الفرق مع سيراميكا. اكتر فريق عجبك ايه لحد دلوقتي بعد الاربع جولات؟ سيراميكا. سيراميكا كليوباترا فرقه كويسه جدا. وافضل لعيب من وجهه نظرك لحد دلوقتي شايف مين؟ في حد قدام عينك منور قوي؟ شادي حسين مهاجم سيراميكا. شادي حسين انا عارفه من زمان، شادي حسين مهاجم كويس جدا يعني، من المهاجمين انا شايف فيه متعب الثاني والله، شايف عم بدأ بالثاني بس يعني يفضل محافظ على مستواه كده هيبقى ان شاء الله حاجه كبيره. كام سنه؟ 27 سنه بقى. 27 سنه صغير. هو مع سيراميكا من زمان. طب وده بس السؤال اللي بيقعد يعني يتبادر الى ذهني، طب لما اللعيبه دي موجوده تحت ليه ما كانش في حد بيساعدها تطلع فوق؟ لان كل الانديه لما اشتغلت في الموضوع ده، كل الانديه عندها انطباع عن اللعيب الدرجه الثانيه ده ان هو لعيب درجه ثانيه. يعني ممكن يكون انت على الدرجه الثانيه ده كمستوى اقوى من اللي موجود عنده. طب ما هو طبيعي يعني، ما هو الدرجه الثانيه مش هفضل طول عمره درجه ثانيه. ما هو هي الانطباع يعني كده بقى، هي المشكله في كده. ان انا عايز اجيب حد يعني، لما كنت مثلا اكلم حد اقول له مثلا على اي حد من الدرجه الثانيه يقول لك لا انا عايز حد يشيلني. هو بالنسبه له يشيله ده ان حد يكون في الممتاز عنده خبرات الممتاز. كله بيقعد يفكر التفكير ده، فعمرك ما هتطلع لعيب جديد. ده خط بالعكس. انا بالنسبه لي حد عنده طموح وحد جعان كوره احسن من حد يكون اصلا شبعان كوره مش فارقه معايا. ما هو اللي مش فارقه معاه ده عمره ما يديك اللي هو عايزه الا لما يكون هو عنده المينتاليتي بتاعته ان هو عايز يبقى عايز. وشادي حسين كان معاك وكان لعب معاكوا في الاهلي، كان من ناشئين الاهلي ولا حاجه ولا؟ لا لا انا ما اعرفش. لا لا ما اعرفش، بس انا كنت على طول بتفرج على ماتشاته. على ماتشاته بس مع على طول كنت يعني فرقه سيراميكا على طول كانت بتتمرن في الدفاع الجوي وانا كنت مع المقصه وكنت على طول بشوفه ماتشاته. هو ولد كويس جدا، بس انا لعب كذا ماتش حتى في الدوري كان بيتذاع. لا ولد مميز يعني لو كان حد بص عليه من زمان اكيد قيمته كانت هتعلى زي دلوقتي. اكيد لو اي حد طلبه من سيراميكا الرقم هيبقى عالي جدا، لان سيراميكا من الفرق اللي خلاص بقت عندها قوه شرائيه كويسه جدا، بيعرفوا يجيبوا دفع فلوس كويسه جدا، فهو مش محتاج ان هو يبيع. انا بنافس فابيع ليه؟ ابيع ليه المنافس بتاعي؟ لا شكلهم هيعملوا حاجه كويسه صحيح. لا يعني لو استمروا على كده يبقى حاجه كويسه. البنك الاهلي بداوا فوقه مع كابتن محمد يوسف. كابتن محمد يوسف مدرب كويس جدا. عاملين تدعيمات كويسه جدا. يعني انا على علاقه بمدير التعاقدات بتاعتهم كابتن حماده هاشم. فاهم كوره، لما يكون عندك مدير تعاقدات فاهم كوره وبيعرف يقيم اللعيب كويس مع الاداره. في فرق لما يكون انت جايب حد ممكن حد يبقى شغلته في مجال الكوره بس هو ما يفهمش في الكوره. ايوه ايوه. لكن هو لما يكون حد اصلا فاهم كوره بمعنى صح صايع في الكوره يعرف يجيب لعيب كويس. اخر سؤال
بطولة الدوري تديها كام من 10 لحد دلوقتي؟ كم من 10؟ يعني 8 من 10. 8 من 10. 8 من 10. في فرق في فرق انا مفاجاني يعني. فرق مفاجاني كمستوى. مش في مستوى خالص. في فرق ما كانش متوقع ان هي تبقى كده ومستوى عالي يعني. يعني فرق زي المحله ماشيه كويس جدا يعني، لحد دلوقتي ماشيين كويس جدا. فرق زي اسوان احنا فاجئتنا بغض النظر ان هم اتغلبوا اخر ماتش، لكن فرقه كويسه جدا. صحيح. عايز تقول حاجه تاني؟ عايز تقول حاجه تاني؟ لا لا خلاص. انا سعيد جدا بوجودي معاك النهارده طبعا يا ابراهيم. انا بستمتع بوجودي معاك. ربنا يخليك يا رب. مع عمرو كلمني طبعا ما ترددتش خالص. كابتن احمد انت من الناس اللي احنا بنعتز بيها جدا، واللي انت عارف على المستوى الشخصي انا بحبك جدا يعني. ربنا يكرمك والله. شخصيه محترمه وخلوق والحقيقه على 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 مدار مسيرتك الكرويه كنت راجل بكل ما تحمله الكلمه من معنى. الواحد مش فاكر لك موقف كده ما كنتش فيه قد، وكل موقف كنت قدها قدود يعني. ما شاء الله عليك يعني. ربنا يحميك ويحفظك. اشوفك متالق ان شاء الله باذن الله في اكاديميات الاهلي ان شاء الله، وبعدين اشوفك بقى في الاعلام. لازم يبقى ليك دور في الاعلام ان شاء الله بقى قريب ان شاء الله يعني. ان شاء الله بقى ان شاء الله في قناه النادي الاهلي ان شاء الله بقى ليا دور قريب ان شاء الله باذن الله. انت من اي حد يلاقي في النادي الاهلي وكان كابتن كابتن النادي هو يبقى حقه ان هو يكون موجود في سواء في النادي الاهلي او في مرات النادي الاهلي ان شاء الله. صحيح ان شاء الله باذن الله. اشكرك شكرا جزيلا كابتن احمد. بشكرك شكرا جزيلا. دي كانت حلقتنا النهارده. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وبشكر فريق العمل بالكامل. للمره الثانيه اتمنى كل الشفاء العاجل لاصدقائنا وزملائنا واخواتنا الاعلاميين كابتن سيف زاهر، كابتن كريم حسن شحاته، والصديق العزيز يحيى حمزه، وكابتن عمرو الدسوقي، واخيرا الكابتن عماد متعب. ان شاء الله باذن الله ترجعوا وتنوروا اماكنكم تاني ونسعد بيكم تاني كالعاده. اشكركم شكرا جزيلا، وتصبحوا على الف خير، وسلام عليكم.